تدور عجلة الصراع الأمريكي الإيراني على نحو متأرجح بين اللحرب واللاسلم لكن هنالك طرف ثالث هو الأضعف والأكثر خسائر إنها الحكومة في العراق بنسختها الرابعة حيث عادل عبد المهدي الضعيف أمام الميليشيات وهو كذلك أمام واشنطن لا تحسن الطبقة السياسية الميل لأحد الأطراف وخسران الآخر لن تخسر الولايات المتحده التي هي سبب وجودها اصلا في السلطه وكذلك لن تخسر الطبقه السياسيه طهران صاحبه الباع الطويل في العراق ومحجه الاحزاب والكتل ذلك الموقف الضعيف للحكومة يتجلى بتحذير رئيسها المستقيل عادل عبد المهدي من مغبة مهاجمة أي مواقع في العراق دون موافقة الحكومة، وذلك ينطوي على رسالة لواشنطن التي استهدفت أكثر من مرة مقرات للميليشيات بل وقتلت قاسم سليماني. من جهة أخرى حاول الرجل مغازلة واشنطن فتعهد عبد المهدي بملاحقة المسؤولين عن استهداف القواعد العسكرية والبعثات الأجنبية في البلاد. بحسب الكثيرين لم يعد بإمكان الحكومة المستقيلة سوى التمسك بتبريرات وتصريحات تخفي وراءها العجز عن مواجهة النفوذ المتزايد للميليشيات التي تدعمها إيران. مصادر صحفية نقلت عن مسؤول حكومي قوله: إن الولايات المتحدة لديها تصور مبني على وقائع أن التوقيت المناسب هو الأنسب للإيرانيين كي يتحدوا واشنطن. فهم يعتقدون ان الولايات المتحده لن ترد على اي عمليه بسبب القيود التي يفرضها تفشي فيروس كورونا وملف الانتخابات الرئاسيه وهذا بحد ذاته له ما يفنده على الارض فكبار المسؤولين في الاداره الامريكيه بمن فيهم وزير الخارجيه مايك بومبيو ومستشار الامن القومي روبرت اوبراين يدفعون نحو تشديد الضغوط على طهران بل ويؤيدون بشكل واضح عملية أمريكية محتملة لردع الميليشيات الموالية لها كما كشفت صحيفة الواشنطن بوست وعلى الرغم من التسارع المثير للمتغيرات في المنطقة إلا أن الثابت الوحيد كما يبدو لكثيرين أن شركاء العملية السياسية في العراق لم يعد بإمكانهم المناورة ولا موازنة العلاقة بين واشنطن وطهران التي تبدو أقرب للمشهد ما ينذر بعزلة تصل إلى حد العقوبات ستفرض على العراق وكالمعتاد سيدفع الشعب الثمن